مع زميل فهم ابو عبد الله هناك، حيث وصلنا خبر مفاده وفاة شخصين بصاعقة كهربائية هناك. المعلومات شحيحة، مفادنا في الميدان سيفينا بتفاصيل أكثر. فهم ابو عبد الله، أهلا بك. ما الذي يحدث بالضبط؟ ما الذي حدث ببلدية باب زوار؟ نعم، مساء الخير لك زميلي فارس ولكافة مشاهدي الشروق الإخبارية. إذا نحن الآن متواجدين أمام المدخل الرئيسي لمحطة باب زوار لنقل المسافرين عبر السكك الحديدية، وكما أسلفت زميلي فارس، في حدود منتصف النهار تعرض موظفين تابعين لشركة خاصة كانت مكلفة بإجراء بعض أعمال الصيانة على السكك الحديدية. الموظفين توفي للأسف الشديد، نترحم عليهما، توفي في عين المكان وفي مكان الحادث. زميلي فارس، التحقيقات بوشرت مباشرة بعد الإعلان على هذه الحادثة، بدأت التحقيقات لكشف ملابسات هذه الحادثة. المعلومات حقيقة هي شحيحة بخصوص هذا الحادث، ولأننا منعنا من الاقتراب من محيط المحطة أو الدخول إلى المحطة أو تصوير المكان الذي وقعت فيه الحادثة. نعود ونذكر كذلك أن حركة السير على مستوى السكك الحديدية عادت للاستئناف بطريقة طبيعية، والتحقيقات ما زالت متواصلة من طرف الدرك الوطني والحماية المدنية كذلك للكشف عن ملابسات هذه الحادثة. أعود وأذكر كذلك زميلي فارس بأن الموظفين كان تابعين أو تابعين لشركة خاصة مكلفة بإجراء بعض أعمال الصيانة على السكك الحديدية، وحسب بعض المعلومات التي استقيناها هنا في محطة باب الزوار، عندما أراد أن يرفع عمودا حديديا اصطدم بالخيط أو الكابل الكهربائي فحدثت الصعقة وتوفي في مكان الحادثة. معلومات أخرى زميلي فارس، سنحاول أن نقترب أكثر من محيط المحطة لنقف على ملابسات هذه الحادثة ونفيكم بمعلومات أخرى في مواعيد ونشرات إخبارية لاحقة. طيب، إن لله وإنا إليه راجعون. شكرا لك فهم، شكرا لك جزيل الشكر. مشاهدينا، نواصل النقاش مع الأستاذ بويط مولود، أستاذ في مادة الرياضيات، أستاذ